ولمناقشة تطورات التظاهرات في إيران وطبعا الرافضة لحكم النظام ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم ومساء الخير. أستاذ حسان، التظاهرات خرجت في ما يزيد عن 15 مدينة منها طهران ومشهد وغيرها، كيف ترى ازدياد رقعة التظاهرات بعد مقتل الفتاة مهسا أميني؟ لقد خيب النظام الإيراني الحالي آمال الشعب الإيراني بعد ثورته التي انطلقت نهاية السبعينيات من القرن الماضي ضد شاه إيران. الانتفاضة ضد شاه إيران والتي أسقطت نظام الشاه كان أسبابها مشابهة تماما. كان انتفاض الشعب الإيراني ضد القمع الحريات، ضد منع الأحزاب السياسية، ضد حالة الفقر والبطالة المنتشرة وانهيار الوضع الاجتماعي، التسلط السياسي والنظام الدكتاتوري الذي مارسه شاه إيران على الشعب الإيراني، كما أن هناك كان نظاما مخابراتيا يقوده السافاك وهو الجهاز السري الإيراني الذي كان يقمع الشعب الإيراني. المشهد الآن مشابه ومطابق تماما، حيث أن ما تعاني منه إيران اليوم هو نفس ما عانت منه خلال عهد شاه إيران، والأسباب التي أسقطت شاه إيران سوف تؤدي حتما إلى سقوط النظام الديني في إيران. إضافة إلى ذلك، فأن النظام الإيراني الحالي ظن أن بإمكانه إخضاع الشعب الإيراني، هو الذي انتفض على شاه إيران وأصبح تحت حكم القيادة الدينية نتيجة الضخ الديني المتواصل ونتيجة محاولة فرض الواقع الديني على الشعب الإيراني بأن السمع والطاعة لهذا القائد هو أمر لا بد منه، وتم توزيع هذا النشيد فرمندي أو ما شابه ذلك من العبارات الإيرانية التي تمجد القائد والتي تعتبر أن القائد هو فوق الشبهات، فوق المساءلة وفوق المحاسبة. الواقع الإيراني الآن منفجر تماما، السبب هو هذا الواقع المؤلم ومشاهدة الإيرانيين اليوم أموالهم تذهب هدرا على التسليح، على تمويل حروب في الخارج، على مساعدات لميليشيات تقاتل في الخارج. إضافة إلى ذلك، هناك الشباب الإيراني الذي يقتل في سوريا والعراق ولبنان وفي مناطق عدة من العالم، وفي حين أن الشعب الإيراني يعاني من الجوع، يعاني من البطالة، يعاني من الحاجة، يعاني من انقطاع الكهرباء حتى. لذلك جاءت مقتل هذه الفتاة الإيرانية لأسباب واهية، شعلة أضاءت وأشعلت. الملاحظ أستاذ حسان أنه يعني جاء مقتل هذه الفتاة على الخلفية التي ذكرت في التقرير قبل قليل، لكن الملاحظ أن رد السلطات الإيرانية كان عنيفا جدا على مقتل الفتاة، يعني بدلا من احتواء الأمور الآن هي قتلت العشرات من الشعب الإيراني، بالإضافة إلى الطريقة الوحيدة التي تتقنها السلطات هناك وهي قمع المظاهرات بهذه الصورة. النظام الديني في إيران لا يمكن أن يعترف أنه يرتكب أخطاء، لأنه نظام ديني مدعوم إلهيا، ومن كان يملك هذه الصفة لا يمكن أن يخطئ، ولذلك القائد في إيران وهو الخامنئي لا يمكن أن يخطئ، لذلك أي قرار يتخذ هو قرار صائب 100% ويمكن معارضته. لذلك مقتل هذه الفتاة يجب أن يبحث له عن سبب آخر. لذلك أحد الإعلاميين اليوم في لبنان من مؤيدي نظام إيران يقول وكتب على صفحته أنه ربما هذه الفتاة قد انتحرت لإشعال فتنة وثورة في إيران. دائما المشكلة والسبب عند شخص آخر، عند يعني سبب آخر، لا يمكن هذا النظام أن يخطئ. لذلك القمع هو دموي جدا، وهنا أقول لا فرق بين نظام شاه إيران الذي انتفض ضده الشعب الإيراني ولا وما يقوم به هذا النظام اليوم، النظام الملالي في إيران، من قمع دموي للشعب الإيراني بدل الاستماع إلى مطالبه وتفهم مشاكله ومحاولة معالجة الأسباب التي أدت إلى انتفاضته ومعاقبة من قام بقتل هذه الفتاة البريئة. حتى لو أخطأت هناك طريقة لمناقشتها أو لإقناعها أو حتى لمحاولة معالجة مشكلتها، لكن أن تقوم شرطة الأخلاق بقتلها فهذا قمة الإجرام، وسكوت النظام هو قمة القمع، والذي وهذا ما يرفضه الشعب الإيراني، ومن انتفض على الشاه سينتفض مجددا على هذا النظام. هناك أيضا أسباب أخرى في على الساحة الإيرانية تم تجاهلها، وهو الوضع البيئي السيء، الجفاف، قلة المياه، وهناك دائما انتفاضات تطالب بالمياه في المدن والقرى الإيرانية، هناك انقطاع للكهرباء في حين أن إيران تحاول أن تقدم فيولا للمصانع الكهرباء في لبنان، تقدم خبراتها لبناء مصانع كهرباء في لبنان وخارج لبنان، في حين أن الشعب الإيراني يعاني. إذن المال الإيراني يستثمر
في مشاريع خارجية لدعم النظام الإيراني في الداخل، في حين أن الداخل ينتفض على هذا النظام الذي لا يرى فيه بارقة أمل للاستقرار ولحياة أكثر رفاهية وأكثر استقرارا وأكثر راحة. لذلك ما نشهده اليوم في إيران وهو يتكرر منذ سنوات أيضا، قد يدوم مدة أطول وقد يؤدي فعلا إلى بداية انهيار النظام الإيراني، وهذا ما نشهده اليوم على امتداد محور طهران، من طهران إلى بغداد إلى سوريا إلى لبنان. هناك انتفاضات، هناك أصوات معارضة بصوت مرتفع، نعم. هناك من يرفض الدور الإيراني والحضور الإيراني وما نعم. قام طيب به الشعب الإيراني. نعود للمظاهرات أستاذ حسان، يعني هناك ردة فعل كانت قوية من المتظاهرين باتجاه قوات الشرطة، وهو كان هناك تمزيق أو حرق لصور خامنئي والخميني وسليماني وغيرها، كيف ترصد هذه الظاهرة؟ الضغط الذي تعرض له الشعب الإيراني طوال السنوات وهو يتحمل ويتم وعده بمعالجة الأزمات ويتم تغيير الحكومات أو رؤساء الجمهورية على أمل أن يرى تغيرا ويرى تحولا، والصراع داخل السلطة في إيران هو صراع بين المتشددين والإصلاحيين. الإصلاحيين يحملون نفس أفكار المتشددين ولكن يحاولون معالجة العلاقات الخارجية لإيران لتخفيف العقوبات على إيران وتخفيف الضغط المالي على إيران لمعالجة الأزمات الداخلية وتهدئة الساحة الداخلية، في حين أن المتشددين لا زالوا يعيشون حالة التوسع والتمدد خارج إيران. لذلك ما قام به الشعب الإيراني اليوم من حرق وتدمير وتخريب وما يمكن أن يقال غير ذلك هو رد فعل طبيعي على هذه حالة الضغط التي يعيشها منذ سنوات، وتمزيق وحرق صور الخميني والخامنئي وكافة القيادات الإيرانية التي سبق أن توفيت أو قتلت والحاضرة، يدل على أن الشعب أصبح محتقن ضد كافة القيادات الإيرانية منذ استلامة السلطة عام 1979. أن الشعب الإيراني لم يعد يرى في هذه القيادة أملا ولم يعد يرى فيها حلا، يريد التخلص منها، يريد استعادة حريته، استعادة حرية العمل السياسي، حرية الإعلام خاصة مع قطع الإنترنت والإنستغرام وكافة وسائل التواصل. هذا النظام لا يعيش إلا على القمع ولا يعيش إلا على التحريض الديني، لأنه لا يملك رؤية سياسية يقدمها، لا يملك حلولا اقتصادية يقدمها، بل يملك مشروعا دينيا يريد أن يربط الناس به وأن يجعلها قطيعا تابعا لا تفكير لديه. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، شكرا لك. شكرا لك.